السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، تغطية جديدة ليوم البيئة العالمي في دولة قطر. نحتفل بهذا اليوم في طور المول. استمرارية الفعالية مدتها أسبوع. أتمنى زيارة الفعالية. شاهدوا الفيديو للأخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله علي الخليفي، رئيس قسم جوده الهواء ورئيس قسم جوده المياه في وزاره البلديه والبيئه. احنا هنا اليوم نحتفل بيوم البيئه العالمي، ومثل ما تشوفون شعارنا لا نملك سوى ارض واحده. طبعا بعض المعدات والاجهزه والبنانه تبعت المحتوى نستخدمها في رصد جوده المياه التربه. عندنا برا المحطة المتنقلة الجديدة عندنا شوي ممكن نصورها. تمام. وهذه المحطة من ضمن محطات كثيرة مرتبطة بشبكة الوزارة، وترصد جودة الهواء، ترصد تقريبا جميع العناصر، موزع على كافة الدولة ومربوطة في وحدة ربط مركزية في الوزارة. ونتشرف فيكم وفي قدومكم للمعرض. معرضكم حيبدأ يعني بلش من الحين لإمتى؟ لآخر الأسبوع إن شاء الله. شكرا ومرحبا في الجميع. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا فعالية كبيرة في طور مول الذي يصادف 5 يونيو من كل عام. والفعالية اليوم يعني هدفها الأساسي هو التوعية البيئية، توعية المجتمع بالكثير من المخالفات البيئية والأشياء التي تضر بصحتنا. من الأساسيات التي نتعامل معها اليوم مع الأطفال هي الزراعة
يقوم الأطفال هنا بعملية الزراعة، نعلم الأطفال هنا بعملية الزراعة كيف يزرعون لزيادة المساحات الخضراء. وأيضا عندنا الكثير منا لا يعلم أن الهواء داخل المنزل ملوث أكثر بخمس أضعاف من خارج المنزل. للأسف الشديد يعني مهما بلغ جودة المنزل أو نظافة المنزل فإن الهواء داخل المنزل ملوث. لماذا؟ بسبب تواجد غاز الفورمالدهايد المصفن الذي لا يعلمه أو يجهله العديد منا. طيب لماذا تواجد غاز الفورمالدهايد المصفن داخل منازلنا؟ وذلك بسبب استخداماتنا اليومية التي نقوم بها، سواء المنظفات، جميع أنواع المنظفات، منظفات الملابس، منظفات الأغطية، طلاء الحائط، ورق الجدران، أيضا الأغطية، جميع الأغطية، كلها تسبب خروج غاز الفورمالدهايد المصفن. وأيضا المكيفات التي لا يعمل لها صيانة دورية أيضا تخرج غاز الفورمالدهايد. وأيضا الأفران إذا لم نقم بعملية صيانة دورية لهذه الأفران فإنها أيضا تخرج غاز الفورمالدهايد. طيب كيف نتخلص من غاز الفورمالدهايد؟ نتخلص من غاز الفورمالدهايد، أوصت وكالة ناسا بصحة بيئة المنزل بنباتات خاصة تقوم بامتصاص غاز الفورمالدهايد. هي 10 نباتات سأذكر أهمها الآن، وهي تقوم مثل ما ذكرت أنها تقوم بامتصاص غاز الفورمالدهايد المصفي. أذكر منها الآن البلاب الأصفر قلب عبد الوهاب، وهذه من أجمل النباتات، ويعني هي نبات من النباتات المتسلقة التي تزين منازلنا، ويمكن وضعها في غرفة المعيشة في المنزل، يعني أكثر غرفة نجلس فيها نضع هذه النبتة، وهي تقوم بامتصاص غاز الفورمالدهايد المصفن المتواجد في منازلنا. عندنا أيضا نبتة لسان الحمى، من المتعارف عليه أن جميع النباتات، نعم لسان الحمى، من المتعارف عليه أن جميع النباتات تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون في النهار وتخرج الأكسجين، ولكن لذلك دائما نذكر لا تضعي نبات داخل غرفة النوم لأنه يأخذ الأكسجين أثناء النوم، ولكن هذه النبتة تقوم بعملية عكسية أثناء الليل، تقوم بامتصاص، نعم تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون في الليل وتخرج الأكسجين، فنشعر بنوم هذا. أيضا عندنا زنبقة السلام، هي من النباتات الجميلة التي يمكن أن تزين. مرة ثانية الاسم؟ زنبقة السلام، لازم تكون لونها أبيض ليس أحمر. زنبقة السلام هي أيضا من النباتات التي تخلصنا من السموم داخل المنزل، ولكن تحتاج إلى عناية شديدة، فإذا كنا لا نجد الاعتناء بالنباتات لا أنصح بها. عندنا هذه النبتة أنصح بها بشدة، هي نبتة الألوفيرا، نبتة الألوفيرا الصباط، فهي تقوم بعمل 9 أجهزة تنقية هواء، يعني وجودها في المنزل كأن وضعنا 9 أجهزة تنقية هواء في المنزل. أيضا أنها هي تعتبر جهاز رادار لجودة هواء المنزل، فعند تزايد نسبة السمية داخل المنزل تظهر بقع بنية على أطراف النبات. سبحان الله، هذا لا يعني أن النبات مريض أو سيموت أو ما إلى ذلك، لكن تعني أنه بسبب تزايد نسبة السمية داخل المنزل، أنصح بها بشدة. أيضا لكل من لا يجد الاعتناء بالنباتات فعليه بشجرة المطاط. شجرة المطاط لا تحتاج إلى عناية شديدة، وهي تنمو في كل الظروف. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، ولا تنسونا من دعواتكم. معكم الباحثة البيئية سوزان محمد عصام، مستشارة دولية في الاستدامة من وزارة البيئة والتغيير المناخي. شكرا. اليوم البيئة بالنسبة لنا في وزارة البيئة أيامنا كلها البيئة مستقبلنا ومستقبل أولادنا، بالتالي دائما وزارة البيئة ما التغير المناخي ما دائما ما تسعى إلى الحفاظ على البيئة بالدرجة الأولى واستدامتها بالدرجة الأولى وتوعية الجيل والأجيال بأهمية البيئة والمحافظة عليها. كذلك دولة قطر بشكل عام وزارة البيئة تشارك الدول الأخرى أو العالم في أيام البيئة أو أي حدث بيئي يحدث في العالم، فدائما إحنا بالصدارة في مثل هذه الأحداث.
ما نوع المشاريع الحمايه اللي تستعرضونها اليوم في هذه الفعاليه، او اهم الانجازات اللي ممكن تستعرضونها في يوم البيئه؟ والله احنا في وزاره البيئه عندنا مجالات كثيره، عندنا في مجال مثلا التنوع الحيوي وقعنا مع اليونب، منظمة اليونب، لإنشاء اللي هي قاعدة البيانات للتنوع البيولوجي في دولة قطر. عندنا مشاريع كثيرة خصوصا وكذلك مشاريع تخص التنمية المستدامة، وكذلك مشاريع تخص السلاحف البحرية والشعاب المرجانية وغيرها. يعني عندنا مشاريع عديدة نقوم فيها. لا أي مدى تغيير إيجابي لهذه المشاريع، مثلا إطلاق صغار الأسماك في البحار، مشروع سمك القرش، السلاحف، لا أي مدى يعزز التنوع الحيوي البيولوجي في مثل ما قلت إن هذه جميع هذه المشاريع تعزز من البيئة وتقوي البيئة. وعادة مثل ما تعرف احنا ليش نطلق صقار الاسماك ولا صقار السلاحف؟ عشان نقوي البيئه الطبيعيه. يعني تعرف ان معظم الاسماك او السلاحف هذه لها اعداء كثيره، مشاكل كثيره في البيئه الطبيعيه، فبالتالي احنا نحاول نحافظ عليها بان نمد هذه البيئه بالصقار ونقوي مثلا اللي هو إذا أسماك نقول المخزون ستوك اللي هو المخزون السمك. فيما يتعلق بالبيئة البرية، أطلقت الوزارة سابقا مشروع تشغيل البر، إلى أي مدى لوين وصلتم هذا المشروع؟ وكم كمية الأشجار المستهلكة؟ مثل ما تعرف هذا المشروع مشروع وطني، مثل ما قال سيدي حضرة صاحب السمو، احنا إن شاء الله في 2030 راح نزرع 10 مليون شجرة، واحنا الحين لين كأس العالم إن شاء الله متوقع يكون مليون إن شاء الله، واحنا على قدم وساق إن شاء الله كل أجهزة الوزارة نقوم بعملية التشجير والمساعدة في التشجير، وخصوصا في المناطق اللي احنا مسيطر عليها مثل المحميات الطبيعية. من المتعارف عليه أن الهوية القطرية مستمدة من البيئة القطرية، بيئة دولة الخليج العربي. ما دور الفعاليات التراثية أو في البيئة أثناء فعاليات كأس العالم؟ هل تخططون مثلا لسياحة بيئية، مهرجانات بيئية، سيلين، أي الأماكن؟ نعم هناك كل المناطق هذه اللي ذكرتها، إن كان سيلين أو محمية الشيحانية أو محمية بخيرة، جميع هذه المناطق والمحميات إن شاء الله راح يكون لها دور كبير في السياحة البيئية في كأس العالم. ما نوع المهرجانات أو السياحة اللي ممكن تكون؟ مثل ما تعرف محمية الشيحانية كزيارات لمشاهدة بعض الكائنات اللي مهددة من الأغراض مثل المها والنعام وغيرها. الذخيرة أيضا كطبيعة وكمزدهرة بنباتات القرم والكائنات الموجودة فيها، كذلك محمية سيلين فيها المها والعديد من المشاركات، وإن شاء الله راح يكون في يوم مخصص لإنزال الأسماك وإنزال صقار السلاحف في أيام اللي هو أيام كأس العالم. للتعريف بجهود. نعم. طيب ما أهم المشاريع اللي تشتغل عليها الوزارة الآن في جهود حماية البيئة وتغير المناحي تحديداً اللي يضيف إلى اختصاصات البيئة؟ مثل ما قلت لك، هي هناك 3 قطاعات رئيسية في الوزارة: قطاع التغير المناخي والاستدامة، وقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، وقطاع البيئة. اعتقد لكل قطاع له استراتيجية معينة ومشاريع يمشي فيها. فعلى سبيل المثال احنا كقطاع مثلا اخر عندنا مشاريع كثيرة، مشروع مثلا قرش الحوت، مشروع السلاحف البحرية، اخر مشروع ان شاء الله اللي هو نسوي الحين تغييم او اثر التخييم على المجتمع وعلى البيئة. دراسة راح تسويها ان شاء الله مع جامعة قطر قريبا ان شاء الله. هذه اخر دراسة لحد الان ان شاء الله بنوقع عليها، وراح تكون يعني لها اكيد اثر ايجابي على التخييم وعلى بالنسبة للعودة الى فعاليات كأس العالم. هل سيكون زيارات للبيئة البحرية مثل السيارات اللي يعلن عنها لمحميات سمك القرش؟ للاسف ان سمك قرش الحوت له موسم معين، سيزون، ففي الوقت ذاك بيكون
مش موجود. قرش الحوت يبدأ من شهر 5 لين 9، فبالتالي ما راح يكون موجود. نعم. كيف تشوفون وعي الجمهور في الحماية على البيئة؟ والله احنا دائما ما يعني نوعي الجماهير، وعندنا اعتقد ان في جماهيرنا ومواطنينا ومقيمينا واعيين بهالشيء، واحنا دائما ما نسعى الى ان احنا يعني نمشي جنب جنب مع المواطن والمقيم. واعتقد ان في حدث تقدم كبير في عمليه التوعيه في الاونه الاخيره، وان شاء الله راح نزيد في المستقبل. تحكينا عن الفعالية وأهم التعامل معها. احتفالا بيوم البيئة العالمي 5 سبتمبر تحكي عام لنا مشروع عربي تهتم بوزارة البيئة والتغير المناخي في هذا اليوم المهم، وتهدف أهمية مشاركة هالفعالية نشر الوعي البيئي وأهمية المحافظة على البيئة واستدامتها والمحافظة على What do you say? Bye. Bye.